أخبركم عن التميز بين الناس المسيحية بالموسيقى. فبالكتاب المقدس عنا إشارات ودليل أنه شعب الرب كان يستخدم التراتيل وآلات موسيقية مثل داود، بس ما عنا معلومات عن شو كان لحن هالتراتيل. وهذا السبب لأنه من زمان ما كان في وسيلة كيف يكتبوا التراتيل، كيف بدنا نكتب الموسيقى لتنقل من جيل لجيل. أما بالقرون الأولى الرهبان بالأديرة جربوا يخترعوا وسيلة ليكتبوا الموسيقى، فبلشوا يعملوا إشارات وأدلة مثل صوت عالي، يعملوا أسطور، يعملوا إشارات تيبلشوا يتواصلوا بالموسيقى من بعض. وفي شخص اسمه جيدو، هو كان عمل إصلاح لهذه الإشارات تبع الرهبان اللي اخترعوها، وهو أول مخترع للنوتات الموسيقية دوري ميفا سول لا سي. ومن وقتها صاروا الرهبان هن يكتبوا الترانيم بشكل نوتات، وهيك فينا نقول أنه الرهبان هن من الأوائل اللي خلوا الموسيقى تنقل عبر التاريخ. البابا غريغوري هو أخذ هيدول التراتيل اللي عملوها الرهبان وحطهم بكتاب واحد وسميهم الهتافات الميلادية أو Gregorian Chants. وهيدول الهتافات الميلادية بتستخدم لحد اليوم، بتستخدم بالكنائس الكاثوليكية وبالأديرة، وبرتلون الرهبان أو الكورال. البابا غريغوري هو كمان أسس مدرسة المطربين، وهي مؤلفة من رجال أو فتيان برتلوا هيدول الهتافات الميلادية Gregorian Chants. بس بال 1526 إجا مارتن لوثر وعمل إصلاح لهيدول التراتيل لأنه كانوا باللاتينة، فكان بس هيدول الجوقة من المطربين هن يرتلون، فعمل إصلاح مارتن لوثر وترجمهم لليوناني حتى يقدر الشعب هو كمان يقدر يشارك بالتراتيل بالكنيسة. ومارتن لوثر هو كمان كان مميز كتير ومبدع وموزع، وكتب 36 ترنيمة. من بعد مارتن لوثر بالقرن 17 وال 18 في عنا برز كمان ملحن مميز كتير وعبقري اسمه باخ، أكيد المعظم منكم سمعين عنه باخ، وهو كان ملقب بالمبشر الخامس، وكان البعض منهم بيقولوا أنه هو ملحن الملحنين. بعبقريته وإيمانه بالله خليه يعمل هالموسيقى العظيمة، وأهم الموسيقى تبعوله كان اسمها توكاتا أند فيوك. وباخ كان يعلم تلاميذه أن يقول لهم إذا أنتوا مواهبكم ما حطيتوها بخدمة الرب يسوع، وأنتوا يعني خليتوا هالمواهب كلها الرب يستخدمها فيكم، ما بتصيروا موسيقيين عظيمين. وكان دائما بالدقات تبعوله يبلش يكتبون، يبلش من فوق يكتب يا جي جي ساعدني يسوع، أو I am J باسم يسوع. بس يخلص كتابة معزوفاته كان يحط بالآخر S D G يعني لله وحده المجد. ومن بعد باخ كمان برز ملحن كتير مميز اسمه جورج فريدريك هاندل، وهاندل هو كمان ألف موسيقى اسمها مسايا أو المسيح، وبعدها لليوم تترتل بالكنائس خاصة بالمناسبات المسيحية بالفصح أو بالميلاد، يمكن سمعينها من قبل لهالموسيقى. في ليستة كبيرة من الملحنين بالقرون الأولى مثل باخ، موزار، هاندل، وكمان بيتوفن، يمكن أكيد سمعين ببيتوفن. بيتوفن هو عبقري وساهم بعطى الموسيقى، عالم الموسيقى، نظرة جديدة للموسيقى المهنية، لأنه هو كان عم يستخدم هالموهبة الله عطاه إياها. وكتب بيتوفن نشيد الفرح اللي مرنمه ايام بكنيستنا، واسمه ترنيمه ان قلبي ليس يهوى. وبيتوفن كمان ساهم هو انه عطى الشكل للاوركسترا السيمفونيه، شكلها النهائي اللي هلا بنشوفه. اذا بتروحوا بتحضروا اوركسترا بتشوفوا هذا الشكل، وهو الفضل لبيتوفن. واخر ملحن رح خبركن عنه كمان كان مسيحي ملتزم اسمه فيليكس مندلسون. وفيليكس مندلسون هو كمان ألف ترانيم منهم مع ملاك الله جندون، Hark the Herald Angels Sing، من رنمة بعيد الميلاد،
وكتب كمان الويدنج مارش اللي بنسمعها بالأعراس أول ما تفوت العروس. خبرتكم كتير عن ملحنين عظمة بالقرون الأولى، وأكيد في كتير ناس لحد اليوم بعدها عم بتساهم بعالم الموسيقى وبتألف ترانيم وتراتيل وبتساهم كمان للموسيقى العلمانية. ومع تطور الموسيقى من الكلاسيكية للروك ان رول، جاز، بلوز، هارد روك، الكنيسة والمسيحيين عم بيستخدموا هيدي الموسيقى الحديثة تيكتبوا ترانيم منرنمها بكنيستنا. فأنا بدي شجعكم إذا أنتوا عندكم موهبة موسيقية، إن كان بكتابة أو تلحين أو عزف حيالة آلة، فأنتوا حطوا هالموهبة وكرسوها للرب يسوع حتى تمجدوه بحياتكم.